اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اللي بيشوفنا لأول مرة اتمنى الاشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل حلقاتنا اليومية قصة حلقة النهاردة بتبتدي بداية طبيعية وعادية جدا ولكن بتنتهي بمفاجأة كبيرة جدا في حياة الطرفين سواء الزوج او الزوجه وفي الحقيقه احنا ما بناخدش بالنا في كتير جدا من تجارب الزواج من فتره الخطوبه والاهتمام بكل التفاصيل ومراقبه ورصد كل تصرفات وردود افعال الطرف الاخر وده اللي حصل لبطل القصه بيسرد أحداث قصته بيقول ان انا اتجوزت في البداية جواز طبيعي جدا كنت عايز ارتبط بواحدة بنت ناس وزوجة مثالية وكتير جدا من الاقارب ومن الاهل رشحولي بنت ناس كويسين رحت كلمت اهلها وفي الحقيقه اهلها رحبوا بيا جدا علشان ان انا انسان سمعتي كويسه وابن ناس طيبين وكنت مستعد وجاهز على المستوى المادي، ولكن اثناء فتره الخطوبه انا كنت ملاحظ انه خطيبتي مش مهتمه بيا على القدر الكافي، ما كنتش بلاحظ في عينيها السعاده لما كنت بروح لهم، كنت حريص على ان انا اقدم لها خلال فترة الخطوبة اللي يخليها متأكدة إن أنا مبسوط منها وإن أنا سعيد إن أنا خطبت إنسانة زيها ولكن في المقابل أنا كنت بلاقي ردود أفعالها بيغلب عليها الفتور والبرود وعدم الاهتمام أحيانا يعني بتحاول تبين إنها مبسوطة ولكن مش بالقدر الكافي وكأنها مرغمة على ده مر تجربة الخطوبة اللي أنا كنت بقول وبقنع نفسي فيها على إنه ربما يكون دي أول خطوبة ليها أو أول تجربة في حياتها وممكن تكون مكسوفة ممكن تكون يعني عندها نوع من الخجل والحياء علشان كده ردود أفعالها زي ما قلت لحضراتكم بيغلب عليها البرود والفطور وعدم السعادة بالقدر المطلوب اتجوزنا وبعد الجواز حسيت برضو إن هي دايما واخدة جنب إن هي ما بتبقاش مبسوطة لما أرجع من بره، إن هي لما بنقعد مع بعض علشان ناكل بتبقى سرحانة. تعالوا بقى نشوف المصيبة الأكبر واللي بيعاني منها كتير جدا من الأزواج أو حتى من الزوجات الطرف اللي بيعاني من مشكلة عند الطرف الآخر وهو آفة العصر ومشكلة العصر وهي التكنولوجيا. والتكنولوجيا في الحقيقة او الموبايلات او العالم الاتصالات زي ما كان ليه سلبيات كتير الى انه كان ليه ايجابية مختلفة تماما وهو ساعد على اكتشاف خيانات وتصرفات وتجاوزات من كتير جدا من الازواج او من الزوجات الراجل لاحظ انه حتى لما بيقيم علاقة شرعية مع مراته ان هي ما بتكونش سعيدة ومجرد انها بتحاول تتخلص من فرض مفروض عليها بعد ما بينتهي من العلاقه الزوجيه بتقوم من جنبه وبتكون يعني ردود افعالها بتوحي على انها مجبره تماما على هذا الامر لاحظ الزوج انها على طول متعلقه بموبايلها على طول بتتكلم في الموبايل فتره طويله الفتره اللي هو قاعد فيها في البيت هو بيكون قاعد في غرفه المعيشه او روم او بيتفرج على تي في او قاعد ولكن بيفاجئ بان البنت على طول قاعده في اوضه النوم وماسكه الموبايل وعماله تتكلم فيه او عماله تقلب في موبايلها بالساعات موبايلها ماسكاه على طول عامله كلمه سر ما يقدرش يقرب منه لو فكر انه يروح يقول لها اديني موبايلك اعمل مكالمة او اشوف حاجة تقول له طب لحظة وتفتحه وتفضل ايه يعني دقيقة كده تعمل حاجات كده وبعدين تديهوله الراجل بدأ يشك بدأ يقلق خصوصا برضو ان هي مش مجرد انها بتقعد في الشقة او في اوضه النوم لا ده بتدخل الحمام وبتقعد فترة مبالغ فيها في الحمام وموبايلها معاها الراجل ده قرر في لحظه من اللحظات انه يقتحم هذا العالم، يقتحم هذا الحصن اللي مراته عاملاه على نفسها في الشهور الاولى من الجواز، يعني ما مرش وقت طويل ده من اول يوم جواز وهو ملاحظ ان الموضوع ده بزياده عن حده، خلاها مره في الحمام انتظر اتاخرت لغايه ما فتح فجأة الحمام ودخل عليها، هو كان متأكد إن هي يعني وهي في الحمام قاعدة لأنه مفيش حد هيقعد في الحمام بالساعات علشان يعني يستحمى أو يقضي الحاجة أو هي قاعدة بتعمل إيه؟ يعني أنت الإنسان بيدخل الحمام لأغراض معينة حتى لو طول بيكون لوقت معين مش بالساعات. خلاها وبص كويس وراح فاتح الباب ودخل فجأة لقاها ماسكة الموبايل عمالة تتكتك. وتكتب قال لها ما تقفليش الموبايل سيب الموبايل في ايدك ايه وازاي تدخل عليا كده ليه بتدخل الحمام عليا بالشكل ده قال لها ما افتحش ما تفتحيش بقك اديني الموبايل حاولت تشده من ايديه تروح راح شادد من ايديها الموبايل فجاه ورايح بعيد عنها وراح فاتح المحادثه اللي هي كانت بتتكلم فيها كانت صدمه الموجعه المؤلمه وكانه يعني حد طعنه طعنه قويه لقى محادثة ما بينها وما بين زميلها في الشغل خلاصة المحادثة إن هي والولد ده كانوا بيحبوا بعض من قبل الجواز وكان بينهم علاقة وكان الولد التاني ده عايز يتجوزها ولكن لما راح لأهلها أهلها رفضوه ولكن هي فضلت علاقتها بالشاب ده مستمرة حتى بعد الجواز كان في بينهم علاقه. حتى في الفتره اللي الراجل ده كان بيخرج يروح فيها شغله كان بينهم علاقه. كانت صدمه كبيره جدا في حياه الزوج اللي يعني كون نفسه وحتى لو بمسانده ومساعده اهله وتكلف تكاليف مادية جدا لأن الزواج عندنا في الحقيقة حتى في أبسط صوره هو مكلف جدا بناء بيت وتأسيس بيت مكلف جدا إن إنسان يحلم ويطمح إن بتكون ليه زوجة على سنة الله ورسوله وفي الحلال ويكون له منها أولاد ويكون أسرة ده شيء متعب ومرهق جدا. بعد ده كله بيفاجئ الراجل على إنه مراته اللي نايمه في حضنه واللي نايمه في بيته واللي عمل ده كله علشان تبقى عنده زوجه ينفق عليها ويتولى امرها تعبت يوديها للدكتور عايزه اجل يروح يجيب لها عايزه هدوم يروح يجيب لها ان الهانم من ايام الراجل جنبها وفتح الموبايل وبتكلم في كلام عاطفي وفي كلام خاص مع روميو الحبيب الاخر الحبيب الاولي الكارثه بقى واللي وجع الراجل اكتر ان هي بتقول له انا ما بحبوش وانت عارف ان انا مجبره عليه انا مش عارفه هتخلص من الراجل ده ازاي انا مستنيه اللحظه اللي انا ممكن اتخلص من الراجل ده فيها الكلمة دي ما ترتبش عليها فعل ولكن الجملة دي هي مقدمة لمصيبة ممكن تحصل وشفنا كتير جدا من علاقات ما بين ستات متزوجات وما بين آه رجالة آخرين بيتحلفوا بيتكتفوا مع بعض وبيتضمنوا مع بعض وبيؤدي الموضوع إلى كوارث بنقراها كل يوم على صفحات الجرايد الراجل قعد مع البنت وقال لها ايه ده يا بنت الناس؟ إيه ده؟ قالت له أرجوك استر عليا بلاش تقول لأهلي ده أهلي لو عرفوا هيقتلوني وأنا آآ آآ بطلب منك إنك تسامحني وتديني فرصة وأنا هقطع علاقتي بيه. الولد مش عارف يعمل إيه؟ شاب صغير يفضح نفسه قدام أهله يفضح البنت قدام أهلها ويخرب بيته ولا يعمل إيه؟ عدى عليه اسبوع قبل ما يقرر انه يتكلم وبيقول ان البنت نايمه في اوضتها وانا نايم في الصاله مش عارف اعمل ايه. موضوع شائك وموضوع لو جينا بصينا له هنلاقي خطا مترتب على خطا مترتب على خطا منذ البدايه وتقاليد الزواج وفرض الجواز بالغصب على البنت كارثه لانه انت بتجبر البنت على انها تتجوز من انسان ما بتحبوش هيفضل قلبها وعقلها متعلق بحد تاني لو هي انسانه ضعيفه ومش سويه طبعا متعلق بحد تاني وممكن تخون الراجل ده وتفضل متمسكه بالحب القديم لو انسانه سويه وبتحترم نفسها واهلها وربها هتفضل عايشه مع الزوج الجديد مجبره وعايشه في حالة كبت مشاعرها وعايشة مجبرة ممكن تغلط في أي لحظة من اللحظات لو حد يتقرب ليها عدينا غلطة الأهل وجينا لمرحلة الخطوبة أنا بقول لكم بالنسبة للبنت وبالنسبة للشاب بالنسبة للشاب مرحلة الخطوبة خليك حاططها في ميزان راقب أدق التفاصيل شوف الإنسانة دي مرحبة بيك ولا لأ حباك ولا لأ فرحانه بتجربتها معاك ولا لا شوف سلوكها مناسب ليك ولا لا واوعى تحاول تتجاوز عن اي حاجه من الحاجات دي وتقول انها هتتعدل بعد الجواز لانها مش هتتعدل بعد الجواز والتجربه هتبقى بدايتها بتنبئ بالفشل بالنسبه للبنت ما تتجوزيش يا بنتي حد انت ما بتحبهوش انت مش متقبلاه انت شايفاه ان هو مجرد راجل مقتدر ماديا وهيفتح بيت والسلام لانه انت فأول في اول محطه هتتعافي قدام مشاعرك لما تتحرك ناحيه حد تاني او تكون متعلقه بحد تاني وهتحط نفسك في كفه الخاينه في كفه الانسانه اللي مش مخلصه او انسانه عايشه مجرد عيشه والسلام وفي النهايه انا بقول لكم اتمنى اعاده النظر في المبادئ وفي الافكار وفي التفاصيل اللي بنبني عليها تجربه حياه بعد كده اسمها تجربه الزواج، اتمنى ان احنا نكون طلعنا بحاجه من الحلقه دي ومن القصه دي وعلى وعد بلقاء في حلقه جايه من حلقات برنامج المحاكمه.